يا مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، واستوديو جديد من استوديوهات الأبطال. النهاردة يوم هام جدا جدا بالنسبة لنا كلنا كأهلوية، وأكيد يوم مهم لكل محبي كرة الطائرة في مصر، لأن الأهلي بيمثل مصر في نهائي بطولة أبطال أفريقيا للكرة الطائرة. مباراة هتكون قوية جدا أمام فريق الترجي التونسي، فإن شاء الله بإذن الله الأهلي يفرح كل المصريين وبالتحديد يفرح الأهلوية من خلال التتويج بهذه البطولة. طبعا زي ما حضراتكم عارفين إحنا قناة النادي الأهلي واخدين حقوق مباريات دور نصف النهائي والنهائي. نصف النهائي امبارح الحمد لله كسبنا وتأهلنا المباراة النهائية، فبالتالي بشكل حصري كمان هتشوفوا المباراة النهائية لأبطال الكرة الطائرة للنادي الأهلي أمام فريق الترجي التونسي. الصعب جدا، مباراة هتكون منتهى القوة، لكن عندنا ثقة كبيرة جدا جدا في أبطالنا من خلال هذه البطولة إن هم بإذن الله بإذن الله يرجعوا بها على القاهرة بفرحة كبيرة بالنسبة لكل الأهلاوية. بالمناسبة كمان النهاردة مباراة أخرى في لعبة أخرى، وهي كرة السلة ونهائي دوري السوبر للمحترفين، الاهلي مع الاتحاد السكندري، وهي المباراه الفاصله. الاتحاد كسب اول ماتش، وبعد كده احنا كسبنا ماتشين ورا بعض، وكان ممكن نحسم في المباراه الاخيره، لكن الاتحاد رجع وفاز، فبالتالي متعادلين 2-2 في مجموع المباريات. بالتالي المباراه الخامسه هي المباراه الفاصله النهارده باذن الله تعالى من خلال شاشه قناه النادي الاهلي برضو، واستوديو جديد من استوديوهات الابطال هتتابعوها، وان شاء الله باذن الله يكون يعني يوم سعيد على كل الاهلاويه من خلال مختلف الالعاب. وبصراحه الواحد مبسوط ان اكتر من لعبه داخل النادي الاهلي موجوده في تحديات سواء افريقيه او محليه وفي المراحل النهائيه ليها، فبالتالي منتظرين باذن الله تعالى عدد وافر من الالقاب الجماعيه خلال الايام القليله المقبله. وكمان فيما يتعلق بكره القدم كلنا امال ودعوات وثقه كبيره جدا الفريق الاول لكره القدم ان هو يجيب لنا بطوله دوري ابطال افريقيا بعد ما تاهلنا للمباراه النهائيه. فبالتالي ان شاء الله باذن الله مباراه تكون قويه النهارده، ان شاء الله باذن الله الاهلي يقدر يجرد الترجي التونسي من اللقب، لان هو صاحب اللقب الموسم الماضي، فاز ببطوله الانديه الافريقيه السنه اللي فاتت، وهو فريق محترم جدا وقوي جدا بكل تاكيد. ان شاء الله البطوله النهارده تكون بطوله للنادي الاهلي يقدر من خلالها ان هو يعني يضيف بطوله اخرى لدولاب بطولات النادي الاهلي بالتحديد في الكره الطائره، لان احنا اصلا سباقين في عدد الالقاب الوافر في خلال هذه البطوله. اعتقد كسبنا يعني 14 لقب قبل كده، الاهلي هو المتصدر، فبالتالي بيجي بعديه الترجي او الصفاقسي التونسي برصيد 6 القاب، بعد كده بيجي الترجي التونسي بخمس القاب، بعد كده بيجي الزمالك بخمس القاب، وبعد كده بيجي الافريقي التونسي بثلاث ألقاب زي ما حضراتكم شايفين كده على الشاشة، وبعد كده النجم الساحلي ومولودية الجزائر بلقبين، ونصر حسين داي الجزائري بلقب وحيد، وطلع الجيش المصري بلقب وحيد. النهاردة تبقى البطولة بقى إيه رقم 15، ولكن فرق، وده هنا الملحوظة يعني ما شاء الله لا قوة إلا بالله، فرق كبير قوي ما بينك وما بين أقرب منافسيك في عدد الألقاب القارية بالتحديد فيما يتعلق بالأندية أبطال القارة. فان انت تبقى 14 وبعديك اللي واخد بطولات واخد 6 بطولات اللي هو الصفاقسي التونسي، يعني فرق حوالي 8 بطولات ما بينك وما بينه، وان شاء الله يبقوا 9 كمان، فده ان ده اللي يدل على تفوقنا الكبير جدا جدا على مستوى الكره الطائره رجال في البطولات الافريقيه، وبالتحديد فيما يتعلق كمان لان البعض ممكن يقول لك انتوا خسرانين السنه دي، خسرتوا بطولتين وبتاع مش عارف ايه، ممكن تقع منك بطوله او اتنين ما فيش اي مشكله، لكن دايما المجمل بيبقى قد ايه، مجمل بطولاتك قد ايه، دايما ازاي بتقدر ترجع بعد اي اخفاق، ودي حاجه تحسب لرجاله كره الطايره في النادي الاهلي. وكان مهم قوي كمان ان بعد ما اخفقت في الدوري وفي الكاس، ودي منافسه طبيعي جدا انت ممكن تكسب وممكن تخسر، الاغلبيه دايما الحمد لله الاهلي بيكسب في مختلف الالعاب، لكن الجميل واللي عجبني قوي ان الاهتمام من اداره النادي الاهلي مش بس بكره القدم، مش بس بما فيما يتعلق بكره القدم، والانظار دايما بتبقى موجوده على كره القدم، لا، اداره النادي الاهلي بعد الاخفاق في بطوله الدوري الكاس كانت مركزه جدا مع الفرقه، وبالتحديد من خلال الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي اللي اجتمع مع الجهاز الفني واللعيبه واتكلم معاهم في اهميه الخروج من هذا الاخفاق من خلال تحقيق بطوله قاريه، وما ادراك ما البطولات القاريه، يعني بتبقى بطولات اكيد غاليه للغايه.
فان شاء الله باذن الله اتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي. امبارح الاهلي طبعا كان لعب مع فريق ميناء دوالا الكاميروني وقدرنا ان احنا نكسب بالنتيجه 3-0. مشوار كان مميز جدا للاهلي في هذه البطوله، واكيد كمان يقدر ان هو يختم المشوار ده ببطوله، وده الاهم في الحقيقه. خلينا افكر حضراتكم بالمجاميع او المجموعات اللي كانت في بطوله الانديه ابطال الدوري. خلينا نبتدي بمشوار الاهلي الاول في البطوله. الاهلي لاعب الاولمبي القليبي التونسي وفاز 3-0. الاهلي ما خسرش ولا شوط في البطوله حتى الان، وان شاء الله يكمل على كده في المباراه النهائيه. بعد كده الاهلي لعب الفاب الكاميروني فاز 3-0. وبعد كده في دور ربع النهائي الاهلي لعب جامعه ماده الاثيوبي وفاز 3-0. وايضا الاهلي لعب الجمارك النيجيري وفاز 3-0. وفي نصف النهائي الاهلي لعب ميناء دواله وفاز 3-0. ده اللي يدل على تفوق النادي الاهلي بشكل كبير جدا في المباريات كلها اللي خاضها في الحقيقه رغم صعوبتها. واكيد اي بطوله افريقيه او اي بطوله قاريه بتبقى صعبه، لكن ازاي ان انت تقدر تتعدى وتتخطى كل هذه الصعاب حتى تصل للمباراه النهائيه. فبالتالي اكيد كان مجهود كبير جدا مبذول من الجهاز الفني واللاعبين. المجموعات كانت في البطوله دي عباره عن ايه؟ المجموعه الاولى كانت بتضم النادي الاهلي وفاب الكاميروني وقليبه التونسي، والمجموعه الثانيه كانت بتضم الترجي التونسي حامل اللقب طبعا و فريق اخر من اثيوبيا وايسي داونز الكاميروني. وايضا المجموعه الثالثه كانت فيها هيئه المواني الكيني واف سي سبوار الكونغولي وانس من ساحل العاج وجامعه مدادا الاثيوبي. والمجموعه الرابعه كان ميناء دوالا الكاميروني مع الجمارك النيجيري وبنك الاسهم الكيني وجيزا جارا الرواندي. دي كانت المجموعات في البطوله الحاليه، لكن طبعا الاهم من كل هذه المجموعات ان خلاص تاهل منها الاهلي والترجي طرفي المباراه النهائيه اللي هتنطلق بالتحديد في تمام الساعه 6 مساء بتوقيت القاهره، يعني بعد اقل من ساعه من دلوقتي. طيب خليني اروح لفاصل سريع. بعد الفاصل هينضم ليا اثنين من كباتن النادي الاهلي الكبار في الكره الطائره واللي عملوا انجازات وبطولات كتير جدا مع النادي الاهلي، طبعا الكابتن احمد زكريا. وبالمناسبه الكابتن احمد زكريا شارك في اول بطوله افريقيه للانديه سنه 81 على ما اتذكر، كنت بتكلم معاه على الهواء وهخوض معاه في تفاصيل هذه البطوله، ده امر هيكون مهم جدا. وهينورني ويشرفني ايضا في الاستوديو الكابتن رضا الغزالي نجم النادي الاهلي السابق في الكره الطائره، وهنتكلم معاهم في جوانب كتير جدا فنيه تتعلق بما قبل مباراه اليوم وفيما يتعلق كمان بمباريات الاهلي السابقه بتحديد مباراه الامس اللي شفناها كلنا. بالتالي استنونا بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، حديثنا مستمر عن مباراه الهامه جدا جدا في نهائي بطوله الانديه الافريقيه مع الترجي. الاهلي والترجي ان شاء الله الاهلي يكون موفق وباذن الله يفوز على فريق صعب زي فريق الترجي ويجيب البطوله دي. بالتالي حديثي هيكون من خلال ضيوفي الاعزاء، الكابتن الكبير جدا كابتن احمد زكريا نجم النادي الاهلي السابق في الكره الطائره. كابتن احمد منورنا ومشرفنا. الله يخليك، شرف ليا ان احضر النهائي ان شاء الله النهارده، يعني كده ونكون وشنا حلو على النادي الاهلي ونبارك للنادي الاهلي انتهاء المباراه ان شاء الله. يعني ان شاء الله باذن الله. ايضا الكابتن رضا الغزالي نجم النادي الاهلي السابق في الكره الطائره احد ابرز نجوم النادي الاهلي في هذه اللعبه. يا كابتن رضا منورنا ومشرفنا، وان شاء الله باذن الله يبقى يوم سعيد علينا كلنا. اهلا بيك واهلا بالساده المشاهدين، ان شاء الله كده تكون نهايه سعيده وبالفوز النادي الاهلي بالبطوله ان شاء الله. يا رب ان شاء الله باذن الله. متفائل يا كابتن احمد ولا لا؟ ان شاء الله طبعا. لا، فرقه النادي الاهلي احنا واثقين فيها وما يعني احسن لعيبه موجوده، ويعني طول عمرهم مفرحينا الجيل ده، جيل احمد صلاح وعبد الله وعبد الحليم، ويعني مش عايز اسمع حد كده احمد سعيد وبتاع. لا، فرقه طبعا فرقه ممتازه، فرقه الحمد لله. لا، فرقه ان شاء الله، واحنا متفائل الفرقه ان احنا يعني هيلعبوا اللعب بتاعهم طبيعي انهم يكسبوا ان شاء الله. يعني ان شاء الله باذن الله. كنت بتكلم قبل الفاصل على تاريخ النادي الاهلي في البطولات الافريقيه بتحديد البطوله دي، كسبناها 14 مره طبعا. اللي بعدينا صفاقسي برصيد 6 بطولات فقط. الفرق ده حصل امتى؟ وانت ابتديت يا كابتن البطوله دي في اول نسخه ليها مع النادي الاهلي في 81 كان في الجزيره اعتقد. انا ابتديت اول بطوله حضرت اول بطوله. فاحكي لنا بقى شويه عن الذكريات دي. حضرت اول بطوله كان سنه 81، دي كانت اول بطوله افريقيه تتعمل،
كان فيها الفريق من الكاميرون سونيل الكاميروني. كان احنا والاهلي والفريق السونيل الكاميروني، وكان في كان ضيف شرف في البطوله فريق الكان الفرنسي وكان بطل اوروبا. فعشان دي كانت اول مره يعملوا البطوله. كان فريق اللعب معانا احنا، احنا كنا ثلاث فرق والحمد لله احنا كسبنا الفريق كان فرنسي كسبناه وكسبنا السونيل الكاميروني وكسبنا. دي كانت اول بطوله كان فيها طبعا المدرب الله يرضيه الصحه الكابتن توفيق شهاب طبعا. يعني المدرب العظيم ربنا يعني يشفيه ويعافيه. كان طبعا رئيس الجهاز اللي هو عاطف رزق الله يرحمه. كان بقى في لعيبه يعني مش هقول بقى الالقاب، كابتن محمود فرج، نور عطيه، احمد زكريا، شعبان خليفه الله يرحمه، كان في ايهاب فخر الدين، ايمن فخر الدين، ابراهيم فخر الدين. جيل ذهبي برضه. جيل الجيل يعني الجيل ده يعني حتى كان بعد البطوله دي جات لنا دعوه في بطوله في هولندا وسافرنا. كانت بطوله قويه جدا وكان فيها اكثر من يعني 30 40 فرقه. وكنا حاطينها في المستوى جيم يعني احنا تصنيف فرقه جايه من مصر وبتاع، فافريقيا وكده فحطينا احنا قال لهم احنا بطل افريقيا واحنا ولعبنا فريق الكان الفرنسي وكسبناه. فحطونا في المجموعه يعني في المستوى اول يعني. ابتدينا نلعب ماتش اثنين، كنا بنلعب في الملاعب مفتوحه وكنا بنلعب اربع ماتشات في اليوم. ماتش اثنين ثلاثة لا النادي الاهلي لا ده انتوا لا انتوا مش نادي انتوا منتخب مصر جايين. والله احنا نادي ولسه كان خلصين بطولة افريقيا وبتاع. الحمد لله كسبنا البطولة دي برضو. دي يعني دي كانت يعني اول بطولة ان احنا سنة 81. كانت ثاني بطولة كانت سنة 83 برضو كانت في القاهرة، لعبناها كانت في اكاديمية الشرطة في العباسية. وكان فيها السونيل الكاميروني وكان فيها تقريبا وفاء سطيف الجزائري يعني. كسبنا البطوله برضو، دي كانت ثاني بطوله الاهلي يكسبها. 84 كانت في الزمالك اللي نظمها يعني كانوا اتلعبت في نادي الجزيره. واحنا يعني خسرنا الفاينل من نادي الزمالك، كنا من قريب 2-1 بس كانت ظروف بقى الملعب الخارجي ويعني لسه يمكن الماتش يعني مثلا بقى له 40 سنه لكن انا لسه حاسس بيه الماتش يعني. تاريخي بكام بطوله من 16 يا كابتن؟ معلش انا احنا الاهلي ثلاثه، انا اخذت ثلاثه لحد 91 من 81. في بطولات في خمسه في بطولات ثانيه كان بتكلم لا هي حضر، لكن احنا كسبنا، انا كسبت يعني كابتن رضا بقى طبعا هو طبعًا كمل بعد كده كابتن 96 ولحد ما بطل برضه كان جيل بقى معاه جيل الجديد بقى كان عماد فاروق وهو يقدر يتكلم بقى عن الاجيال بالكابتن رضا. كابتن رضا طبعا تاريخ كبير برضه مع النادي الاهلي، بطولات عديده سواء افريقيه او محليه. ابرز البطولات اللي خدتها مع الاهلي على المستوى الافريقي بالتحديد كانت انهي؟ على المستوى الافريقي احنا لعبنا بطوله افريقيه كانت في نادي الزمالك. ويعني ايه نادي الزمالك؟ وكان معظم مصر كلها بالاتحاد ايامها كان هو نادي الزمالك. بمعنى ايه يعني؟ بمعنى ان الله يرحمه نصف سليم هو طبعا كان رئيس الاتحاد المصري والاتحاد الافريقي، فيعني بيعمل كل شيء في البطوله وفي الكره الطايره عشان صالح نادي الزمالك، بيهيئ الظروف يعني كل حاجه للنادي، كل حاجه من مجاميع من 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 لعيبه جايه له من بره يخشوا. الحمد لله احنا قدرنا نكسب البطوله دي في نادي الزمالك رغم كل ده. كسبناها الحمد لله. ويعني كانت دي ده كانت سنه كام يا كابتن؟ 91 لا 91 دي 91 كانت في الزمالك 91 بالظبط كده. بس دي كانت يعني من ابرز البطولات الافريقيه واغلاها طبعا. طبعا طبعا في 88 احنا لعبناها في الزمالك برضو لا وفي واحده كانت في الجزائر. دي اللي وصلنا الفاينل وبعدين قالوا لنا انتوا وبرضو ليه كان ايه السبب؟ كان ساعتها لسه جاي كابتن عماد فاروق جاي لسه جايبينه من نادي الطيران تقريبا نادي الطيران. وبعدين ما يحق للنادي اللي هو يلعب معانا وخدناه وسافرنا ولعبنا وهنلعب بكره فاينل خلاص. الاتحاد الافريقي قال لك طبعا هو قال لك لا ده كده مخالف وكده ما يلعبش، انتوا تعتبروا منسحبين وما تلعبوش البطوله. الله. بطوله برضو تعتبر من اقوى البطولات اللي كنا في تونس احنا وكان فيها الزمالك وكان في الجزائر. دي في نادي في الجزائر في المولوديه.
بطوله افريقيه برضه. بطوله افريقيه آه طبعا دي اللي هي كان فيها الزمالك والمولوديه الجزائري لا يعني فرق كبيره جامده جدا، وحصلت مشاكل كبيره في قلب الملعب. ولو تفتكر كابتن كنت خلاص عملوا علينا يعني احتفال جامد جدا وضرب وقنابل مشيلة الدموع وبتاع وقصه وكلام من ده. ده كان في الجزائر. في الجزائر ولعبنا الفاينل في 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 منطقه عسكريه او سكنه عسكريه زي ما بيقولوا، والحمد لله كان الفريق تونس برضه هو اللي احنا بنلعبه. مش فاكر بقى كان هو الصفاقس الصفاقسي لو مصدى الاحمر والناس المجموعه دي كلها. لا كان فرقه طبعا افريقيا كان كلها مصر. بس ايه سر تفوق الاهلي يا كابتن رضا في العدد الكبير من البطولات ده ما شاء الله؟ يعني السر اللي هو انت الاهلي عنده كيان، عنده لعيبه كتير وبيطلع لعيبه كتير، يعني اجيال زي ما بنقول اجيال بتسلم اجيال. فعلا دي حقيقه، يعني تلاقي مثلا جيل ال 80 معاه جيل ال 90، 90 معاه 2000، لا باسماء جامده جدا. فهو ده الفارق ما بيننا وما بين اي حاجه، يعني المنظومه نفسها بثقافتها وعقليتها هي سيستم ماشي. لو احنا اللي بنخش اي بطوله كده لازم ننافس عليها ويبقى الهدف الاول ان احنا نكسب. وكمان كمان اللعيب اللي بيجي يخش ضمن المنظومه بيلاقي نفسه سريعة. يلاقي نفسه داخل ماشي بتاع فما بيتعبش. فانت من هنا بتبقى عامل يعني مش عامل مجهود جامد غير اللي انت بتديله يعني شويه ثقافه، شويه تكتيك، شويه حاجات كده في قلب الملعب عشان يندمج. شويه ثقافه دي كلمه مهمه جدا. طبعا طبعا شويه ثقافه، لان داخل النادي الاهلي طبعا اكيد الامر بيبقى مختلف عن طبعا اي نادي اخر طبعا من حيث المنافسه وعقليه المنافسه نفسها. النادي الاهلي هو الاول في جميع الالعاب. انت لما تاخد تاني تبقى انت كده خسرت اكيد. بره الفرق الاخرى تاخد ثالث رابع خامس سادس بالنسبه له انجاز. لا فدي هي دي الثقافه اللي انت بتاخدها بتنقلها حتى، او اللي احنا دلوقتي بالوقت الحاضر بتنقلها للعيبه الصغيره. اللي انت لازم يبقى عندك هدف، الهدف بتاعك اللي انت لازم تاخد البطوله اكيد وتلعب على البطوله مهما كان صعوبتها سهولتها الكلام ده كله. لازم يبقى انت عندك يعني هدف معين اللي انت لازم تكسب البطوله فيها، وده طبعا اللي بيميز النادي الاهلي دائما وابدا. وان شاء الله تواصل الاجيال. تواصل الاجيال يعني مثلا احنا خلصنا جيل ثمانينات ولحد تقريبا معظم اللعيبه اعتزلوا 90 وكده، فضل بقى كابتن رضا وكابتن ممدوح، بعد كده جه كابتن حمدي الصافي جابوه من بره، وبعدين ايمن رشدي، كان كابتن محمد مصلحي، بعدين جه اجيال بعد كده يعني احمد صلاح وعبد الله والاجيل الموجود ده. فطبعا البطولات الاهلي كان اي بطوله بيشترك فيها كان يعني يمكن احنا من مسيطرين من سنه 2000 لحد دلوقتي يعني تقريبا معظم البطولات الافريقيه يعني. عشان كده الاهلي عامل 14 بطوله، وان شاء الله 15 تبقى النهارده يعني ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. خليني بس اقول لحضراتكم قائمه النادي الاهلي وقائمه فريق الترجي التونسي لمباراه اليوم، ويعني اللاعبين اللي شاركوا على مدار البطوله كلها. النادي الاهلي لاعب رقم واحد، رقم الاهلي هي قدامنا على الشاشه دلوقتي. اللاعب رقم واحد الامريكي جاريس، من اللاعبين المميزين جدا، ضارب من مركز اربعه. عبد الله عبد السلام طبعا احد ابرز نجوم النادي الاهلي، لاعب رقم اثنين صانع العاب. عبد الحليم عبو برضو لاعب مميز، وكان انضم يعني من فتره قريبه للنادي الاهلي واضاف الكثير في مركز ثلاثه. واحمد صلاح احد ابرز نجوم كره الطائره في مصر طبعا على مدار السنوات السابقه كلها، ضارب من مركز اثنين. وعبد الرحمن سعودي مركز ثلاثة، عبد الرحمن الحسيني مركز أربعة، محمد معوض ليبرو، محمد عادل مركز ثلاثة، أحمد عبد العال مركز أربعة، حسام يوسف صانع ألعاب، أحمد قطب مركز اثنين، محمد عبد المحسن مركز ثلاثة، ومحمد رمضان ليبرو، وأخيرا أحمد سعيد مركز أربعة. لكن فيما يتعلق بقائمة الترجي التونسي، لو جاهزة معانا ناخد الترجي. نبيل الميلادي مركز اثنين، احمد القاضي مركز اثنين، وخالد بن سليمان ده لاعب منتخب تونس ومن ابرز لاعبي نادي نادي الترجي، ده معد. محمد بن يوسف مركز اثنين، محمد علي بن عثمان اربعه، حمزه نقا رقم او مركز اثنين، الياس القرمصلي مركز اربعه، امين الله هيميسي مركز اربعه ايضا، اسماعيل
معلي ده كان بيلعب في الزمالك، ده كان بيلعب في الزمالك، وجي في الاهلي ما جاش، لا ما لعبش في الاهلي راح ورحت يعني كان لا جه شويه في الاهلي وبعدين مشي راح الزمالك. مركز برضه من اللعيبه المميزه جدا مهدي بن شيخ مركز اربعه، سليم المباركي ثلاثة، أيمن قروي ثلاثة، طيب كربوسلي ليبرو، وصدام هميسي ليبرو. طيب كابتن أحمد بالتحديد أكيد اتفرجت على مباراة الأهلي امبارح مع دوال الكاميروني، في رأيك أبرز الملامح الفنية اللي رجحت كفة الأهلي خلال مباراة الأمس واللي لازم يعتمد عليها الكابتن محمد بن صلحي مدرب الفريق في مباراة اليوم مع اختلاف إمكانيات الفرق اللي أنت بتلعبها؟ فريق الترجي أكيد أقوى. هو طبعا انا يعني يمكن احنا شفنا بس المباراه الوحيده اللي شفناها امبارح، كنا بنشوف الصور بس طول الماتشات، فكابتن ميدو كان بيقسم المباريات. دي لقطات من الماتش اهي معانا، يعني تقريبا بتبقى مباراه، يعني معظم البطوله بتبقى فرق الافريقيه، يمكن ما حضرش السنه دي فرق، في فرق قويه جدا من ليبيا، في فرق من تونس برضو احسن من يعني بيبقى شركه، يعني لو الدوله منظمه ممكن يشترك ثلاث فرق او اربع فرق، في فرق من الجزائر ما جاتش، فرق المغرب، فاعتقد ان البطوله يعني فيها اقوى فرقتين، طبعا اقوى فرقتين الاهلي والترجي حاليا على مستوى القاره هم الموجودين، واحنا يعني البطل هيبقى بطل حقيقي، يعني البطل اللي هيحضر احنا ما نقدرش نقول، بس هي البطوله فيها فرق كتيره مش موجوده يعني. فاحنا شفنا الكابتن يعني كابتن محمد بن صلحي تقريبا كان بيوزع الحمل كله على الفرق امبارح، يعني ابتدى بحسام يوسف واحمد قض في اول شوطين، بعد كده الشوط الثالث نزل عبد الله عبد السلام واحمد صلاح بالظبط، يعني يمكن اللاعب الامريكي ما لعبش امبارح برضو، الكابتن يمكن ميدو مريحه خلاص ان شاء الله عشان يكون له دور النهارده. فامبارح يعني الفرقه بتاعت الكاميرون رغم هي وصلت للدور الاربعه، لكن هو كان فيها تقريبا لاعب بس رقم 13 لاعب مميز قوي، فالماتش كان يعني يعتبر بالنسبه للاهلي كان ماتش سهل يعني مش تمام. طيب كابتن رضا ازاي نقدر نواجه فريق الترجي النهارده خصوصا ان هو بطل البطوله في النسخه الاخيره، وهل ده ممكن يحط ضغوط اكتر على الترجي بما انه حامل اللقب، ولا المباراه يعني تتأس بالشكل ده؟ لا هي المباراه مش هتتأس، هي الضغوطات كلها على لاعبي النادي الاهلي، على لعيبه النادي الاهلي. اشمعنى بقى؟ اشمعنى الاهلي على تاريخ السنين اللي فاتت دي كلها عمره ما خسر دوري وكاس، فدي بالنسبه له البطوله دي هي دي يعني طوق النجاح او مش طوق النجاح، عايزين نقول ايه، لازم يستغل اللعيبه او ال احنا قدامنا لقطات من مباراه الترجي بالامس، تستغل اللعيبه هذه الملاحظه السلبيه دي ان انت يعني ما كنتش موفق في انك تكسب دوري وكاس، تمام، فده لازم يكون دافع بالنسبه لك انك لازم تاخد دافع كويس جدا، ونقول للناس هو ده النادي الاهلي. احنا عايزين نقول النادي الاهلي، وده مش هيجي من فراغ اكيد، لازم هيجي اللي احنا يبقى فيه، انا عندي النادي الاهلي بيتميز بعده اشياء، منها سنتر بلوك اللي هو مركز لعيب مركز ثلاثة، حلو، ومعايا احسن معد ومعايا احسن ضريب من اثنين يعني كتوتال المجموعه، بس انا عندي الهجوم بتاعي لازم يكون اول حاجه الارسال بتاعي لازم يكون كويس جدا وقوي ومؤثر وموجه، تمام. نمره اثنين استغل الاعداد بتاعي الجيد من منتصف الملعب عشان عندي احسن ناس سنتر بلوك على مستوى المصري والعربي والافريقي اكيد، واستغل حاجه زي كده، استغل طبعا لابد استغلالها عشان يعني استغل حاجه زي كده، استراتيجيتي في اللعب على كده طبعا. لا قبل ما استغل ده هو ده لازم اطلع اول كوره اللي هو الاستقبال، الاستقبال يطلع كويس عندي، الاستقبال الكويس اعداد جيد اقدر انوع عندي عبد الله يقدر ينوع لي الضرب من اطراف الملعب وفي وسط الملعب، هتلاقي المباراه بالنسبه لك بقت سهله. يعني عندي الارسال لازم يكون موجه كويس جدا، استغل لعيبه السنتر بتوعي باللعب السريع الكتير، ولا بد من استغلال الضرب الخلفي سواء من واحد او من سته، هو ده مفاتيح اللعب بتاعك، تمام، مفاتيح اللعب بتاعي ده اللي هيديني يعني اللي هيسهل عليا من صعوبه المباراه. يعني الـ 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 الخساره دي اللي هي بتاعه الكاس والدوري
هي دي اللي هتطلعني من الـ 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 البطوله دي اللي هتطلعني طبعًا من الـ طبعًا من طبعا طبعا البطوله دي هتطلعني وهتطلع الجيل ده كله ويثبت للناس كلها ان اللي حصل ده كان سوء توفيق خلاص توفيق وحاجه وربنا يسهل ان شاء الله وتعدي المباراه. يعني فرقه الرجاء انا اتفرجت عليها امبارح مش معانا يعني لقطات ليها يعني. لا مش اللي هي يعني القويه بس في نفس الوقت احنا ما فيش استهتار ما فيش يبقى التركيز بتاعنا من اول مباراه لاخر مباراه مع القياده الفنيه اللي بره ميدو محمد مصالحي لازم يبقى هنا في المنظومه كلها يبقى في جديه الجديه الالتزام بتاعي في الناحيه التكتيكيه والخططيه هي دي اللي هتخلي فريق النادي الاهلي يتميز ان شاء الله ان شاء الله ونبارك له بالفوز على نادي الترجي باذن الله. طيب كابتن احمد الكابتن رضا اتكلم عن مفاتيح لعب النادي الاهلي وابرز المراكز اللي احنا لازم نستغلها ونبني استراتيجيتنا في اللعب عليها، لكن اكيد فريق الترجي رينا كويس قوي واكيد هيبقى عامل حسابه على ابرز مفاتيح اللعب في النادي الاهلي، ازاي نقدر نتعامل في المعادله دي تحديدا ونقدر نفرض اسلوب لعبنا من خلال برضه مراكز القوه اللي عندنا في الفريق؟ هو طبعا يعني يعتبر الفرقتين هما منتخب مصر ومنتخب التونس يعني طبعا. واحنا اتقابلنا كتير قوي يمكن الفتره الاخيره دي وللاسف طبعا كان في تفوق للمنتخب التونسي على المنتخب المصري لكن احنا يعني لعيبتنا احنا لا تقل يعني معظم اللعيبه بتاعتنا المنتخب المصري فاحنا يعني يمكن عندنا زي كابتن رضا المفاتيح اللعب بتاعتنا هي الارسال القوي جدا. احنا عندنا حوالي 5-6 لعيبا مميزين جدا في الارسال خاصه هنقول عبد الله عبد السلام حسام يوسف احمد قطب احمد صلاح الارسال بتاعهم قوي جدا ولو هو احنا فعلا موفقين السنه دي في الماتش ده في الارسال الماتش ان شاء الله هيبقى يعني هنقدر ان احنا نتحكم في المباراه يعني. تاني حاجه هو الاستقبال طبعا لو احنا قدرنا استقبال ان احنا عندنا 2 معدين مميزين جدا وعندنا يعني التنوع في الضرب يعني عندنا ضرب خلفي من مركز 1 احمد صلاح ضرب من 6 مركز 6 عندنا احمد سعيد من احسن ضريبه العالم في الضرب الخلفي عندنا ضرب سريع لعيبه المركز 3 من اطول لعيبه يعني عبد الحليم حبو 2 متر 15 محمد عادل كلهم اطوال محمد ابو محسن عبد الرحمن سعودي مركز 3 يمكن 4 مميزين جدا عندنا مركز 4 برضو احمد سعيد المحترف جارس يعني مركز 4 عندنا يعني فاحنا عندنا 14 لاعب يقدر يلعب طول المباراه وان شاء الله ان هم يبقى كله الفرقه كلها يعني التغييرات اللي بره هي اللي تفرق مع النادي الاهلي فاحنا لو قدرنا نستقبل استقبال كويس والارسال ونقلل الاخطاء الفنيه بتاعتنا أكيد. يعني كل الاخطاء كل ما الفرقه بتقلل اخطائها الفرقه تبقى اكيد ان شاء الله ان شاء الله يعني. طيب خليني اخرج اتفضل هنا في اضافه كمان مع الكلام الكابتن احمد انه حضرتك سالت ان فرقه الترجي طبعا عندها بتحلل اللعيبه وبتحلل عندنا المباراه ازاي نقدر احنا نطلع من الحته دي نطلع من الحته دي هو دايما يعرف الناس معينه الناس اللي هي مثلا عندي يقول لك اقوى واحد عنده في الضرب الخلفي احمد صلاح يبقى التركيز كله هيصب هنا من ناحيه البلوك في الناحيه اليسار مثلا اللي هو الخلفي او سواء من الاثنين بالتالي انا كمعد وانا كجهاز فني او انا كمدرب اغير من طريقه اللعب دي اللي انا ما اديش مثلا لاحمد صلاح في الوقت ده ودي اللعيب من 4 او ودي اللعيب من السريع وهكذا يعني دي المفاتيح اللي نقدر هو دايما يقول لك ايه احنا بنستغل بنقول ان اللعيب ده هو ده اللي هو هيشوط خلي بالك لازم اقف عنده بالظبط واوجه له واقف له مثلا في الحته دي كده لا انا بطلع من الحته دي من ناحيه الفريق الترجي انه التنوع بتاعي في الاعداد من خلال اللي احنا قلنا عليه سواء من 1-6 او الضرب السريع أيوة. هو ده اللي هيفتح لك اللعب كله قدام النادي الترجي ان شاء الله ايا كان بقى الترجي عامل حسابه ومش عامل حسابه بس تقدر انت تفرض طريقه لعبك زي ما هو عامل حسابك زي ما هو عامل حسابك ومحلل لك اللعيبه بتاعتك انت نفس القصه عندك ناس بتحلل كويس جدا وعندك بتعرف مفاتيح اللعب بتاعهم القوه والضعف بتاعهم زي ما هو بيعمل انت بتعمل هنا التوفيق ولا توفيق من خلال الاعداد
وتنويع الرفع وتنويع الاعداد في من خلال اللعب السريع او زي ما احنا قلنا سواء الخلفي او المراكز ان شاء الله الاهلي يكون موفق باذن الله. خليني بس اخرج بره السياق سريعا واتكلم على يعني رساله شكر وجهها النادي الاهلي النهارده لنادي ليفربول الانجليزي بعد المشهد الرائع اللي شفناه من خلال نجمنا المصري العالمي محمد صلاح مع نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر مؤمن زكريا. هقرا لحضراتكم بسرعه الخبر. الاهلي يشكر نادي ليفربول والنجم الكبير محمد صلاح. ارسل النادي الاهلي خطابا اليوم الى نادي ليفربول الانجليزي يهنئه وجماهيره بالفوز بكاس الاتحاد الانجليزي، واكد النادي في خطابه على عظيم شكره وامتنانه وجماهيره على اللفته الرائعه التي قام بها لاعبو ليفربول وعلى راسهم ابن مصر محمد صلاح أثناء احتفالهم بالكأس مع نجم الأهلي ومصر مؤمن زكريا. تلك اللحظة التي لمست القلوب وعكست عراقة النادي الإنجليزي وقيمة ابن مصر محمد صلاح الذي يفخر جميع المصريين بالمكانة الرفيعة والنجاح الباهر الذي يحققه مع ناديه في كل البطولات. وجدد النادي شكره لكل منظومة نادي ليفربول إدارة ومدربين وجماهير، وخاص بالشكر النجم الكبير محمد صلاح وتمنى لهم التوفيق. يعني خطاب شكر من النادي الأهلي كان يعني لابد منه في الحقيقة، ولفتة كانت أكثر من رائعة سواء من محمد صلاح أو حتى نجوم ليفربول في غرفة خلع ملابس ليفربول بعد الفوز ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي على حساب تشيلسي بركلات الجزاء الترجيحية، والاحتفال الكبير والصاخب مع نجم النادي الأهلي مؤمن زكريا. أولا لازم نشكر محمد صلاح كل الشكر، نجمنا المصري اللي بنحبه ونتمنى له يا رب كل التوفيق. وانا على المستوى الشخصي بحب ريال مدريد جدا، بس اتمنى ان ليفربول تكسب ريال مدريد في نهائي الشامبيونز ليج عشان خاطر محمد صلاح. ولازم نوجه كل الشكر لليفربول كلاعبين اكيد ساهموا في هذا الاحتفال وجبروا بخاطر مؤمن زكريا. والرساله الاخيره اللي احنا حابين نقولها هي مش رساله بل هي دعوات لنجمنا المصري الكبير مؤمن زكريا ان هو يرجع بالسلامه باذن الله للملاعب. لو عندك تعليق طبعا كابتن احمد اتفضل. طبعا احنا ما شفناش في يعني فرقه في العالم كده ودي يعني تمثل قيمه محمد صلاح عندهم، يعني أكيد. لو لعيب عادي كده ما كانش ممكن مش حد يهتم بيه، او اللعيبه خلاص يدخل يتصور شويه، لكن لعيبه الناس لعيبه الابطال دولت ان هم يشاركوا ويشاركوا فرحه وبيغنوا وبتاع كده، يعني ناحيه فعلا الواحد مش قادر يوصفها، لان هم زي الناس دولت عظماء. يعني حاجه اسعدت الواحد جدا الكابتن رضا. طبعا مش بس بقى صلاح اكتفى بالتصوير معاه، لا هو كمان احتفل الفريق كله والعالم كله احتفل معاه كده. جبر الخاطر اكيد جبر الخواطر ده يعني عند ربنا كبير جدا، فانت لما تجبر خاطر حد زي كده فربنا بيكرمك انت كمان بازيد من كده. فدي مش للمؤمن بس ده او لليفربول بس، لا ده رساله للعالم كله. ادي ادي اللاعب المصري بيعمل ايه ويسوي ايه. لا قيمه صلاح ان هو يعني طبعا صلاح ان هو اكيد في ليفربول اكيد هو يعني ليه قيمته عاليه. ابرز نجم هناك ابرز نجم في الدوري الانجليزي كله مش ليفربول. طبعا يعني طبعا طبعا اكيد طبعاً. هو ما عملش مجهود كبير قوي عشان ياخد مباريات عشان يوصل. لا يعني اكيد ده يعني اكيد نتمنى لهم يا رب دايما كل التوفيق. محمد صلاح نتمنى له كل التوفيق، مؤمن زكريا نتمنى له كل الشفاء بعد طبعا هذه اللفته الانسانيه المميزه. طيب كابتن رضا عايز اتكلم على العناصر الشابه في فريق النادي الاهلي، بالتحديد عايز اخص بالذكر عبد الرحمن سعودي وعبد الرحمن الحسيني، وازاي قدروا يكتسبوا الخبرات الكبيره من خلال بطوله زي دي ومن خلال مباراه قويه قوي زي النهارده مباراه الترجي. ايوه انا مرنت عبد الرحمن السعودي ده كان لسه جاي كنا جايبينه من الشرطه انا مرنته وهو كان لسه 19 سنه، اول سنه يجي انا مرنته وكان كنت انا المدرب بتاعه. خامه كويسه جدا، وقبل الخامه الاحترام والادب الاخلاق طبعا طبعا دي حاجه مهمه بتاعه في النادي عندنا بصراحة. عشان كده اذا احنا رجعنا قلنا من الاول اللي انا قلت عليه من الاول اللي هو الثقافه دي انت بيخش في وسط اللعيبه خلاص مش ما تحسش اللي هو ده جديد. فده يعني ده من ابرز اللعيبه ان شاء الله في المستقبل في السنتر بلوك وفي مركز ثلاثه، بيتميز بالقوه ويتميز بصغر سنه بيتغير بالحركه السريعه والتنوع الضرب السريع من على الشبكه سواء البي او السي او الون والكلام ده كله. الحسيني الصغير ده اللي هيبقى ان شاء الله يعني نقول ده القنبله الموقوته بقى اللي هتبقى تضرب. احمد صلاح جديد يعني
يعني مش احمد صلاح ده كل حاجه ما شاء الله ما شاء الله يعني ما شاء الله لسه يعني 19 سنه هو يعني 20 سنه اه يعني 20 سنه لسه صغير جدا وما شاء الله وبتلعب في بالمستوى ده في بطولات زي دي وتحت مؤثر وغير مؤثر كمان ده انت بتلعب تحت ضغط كبير جدا نزل لاعب في مباريات الكاس والدوري وادى بطريقه ولا اروع من كده صراحه ما شاء الله عليه فما شاء الله هو جاي يعني هو شويه بشويه بياخد بيكتسب الخبره في السنوات الجايه هتلاقيه يعني حاجه ما شاء الله ربنا يكرمه يعني يبقى من احسن اللعيبه كلها في افريقيا كلها يا رب ان شاء الله طيب كابتن احمد هل ممكن كابتن ميدو النهارده يفاجئنا بعنصر او اتنين جداد في التشكيله يبتدي بيها المباراه ولا صعب انا مش عارف يعني طبعا الكابتن ميدو هو المسؤول عن الفرقه بس من خلال رؤيتك يعني انا شايف انه ممكن حسام يوسف يبتدي ويخلي عبد الله عبد السلام في الاوقات الاوقات الحرجه لان هو عبد الله طبعا خبره أكيد. يعني أكيد. انا اتوقع كده يعني عبد يعني حسام يوسف هو اللي يبتدي دي اللي هيبقى مثلا ممكن دي الحاجه الوحيده اللي تحصل انا اعتقد يعني هيبتدي باحمد سعيد والمحترف الامريكي مع عبد الرحمن السعودي مع محمد عادل او ممكن برضه يبقى عبد المحسن وبرضه هيبقى عبد الحليم عيبو بينزل برضه في الاوقات الصعبه الاوقات الحرجه في اخر جيم لان احنا الجيم بيتقسم مثلا 25 نقطه دي يعني بتبقى الجيم بيوصل حوالي 30 دقيقه اه طبعا فممكن يعني بيبقى في بدايه بعدين نص الجيم بعدين نقطه 20 دي محتاج اللعيبه الاقوياء جدا اللعيبه اللي عندها ثبات زي احمد صلاح خبره يعني أكيد. اه يعني هم دولت بقى اللي هم بيخلصوا الاشواط يعني لو الماتش طبعا ان الماتش الترجي احنا هنشوف ماتش جميل النهارده اكيد بقول لحضرتك بين منتخبين يعني اقوى منتخبين في افريقيا المنتخب التونسي والمنتخب المصري يعني فالماتش النهارده هيبقى ماتش صعب على الفرقتين لكن انا اتمنى ان الاهلي يبقى لو مركز تغيير لعيبه الجيزه والخبره اللي عندهم يعني يقدر يخلصوا الماتش ان شاء الله يعني ان شاء الله باذن الله كابتن رضا اتكلمت في جزئيه كانت مهمه جدا وهي الضغط الواقع على كابتن محمد مصلحي واللعيبه نفسهم بعد خساره الدوري والكاس ايه النصايح اللي تقولها لكابتن ميدو قبل مباراه حاسمه زي دي بالضغط اللي واقع عليه من وجهه نظر ايه ابرز النصايح هي خلاص هو فات الميعاد النصايح فات خلاص انتهينا لكن احنا نقول انا قصدي لو انت احنا دلوقتي معايا موجود معاه هناك انا دلوقتي إيه؟ يا رجاله انا العب بالفول تيم بتاعي اقوى ناس عندي بلعبها تمام وابدا بيها المباراه وكلامي موجه ننفذ التعليمات باقل اخطاء اقل اخطاء بس اقل اخطاء والتركيز بتاعي بيبقى من اول مباراه لاخر المباراه ما ينفعش ان انا اقعد اضيع ارسال وانا عندي مثلا ما كلها مرتبطه بحاجات فنيه في الملعب بيبقى مثلا لو كابتن احمد هو اللي على الارسال وانا ببقى على الشبكه بيبقى قدامي مثلا خط بيبقى فيه اتنين لعيبه معاهم معد او العكس في ثلاثه ضريبه يعني كله مدرب عامل تجهيزاته الفنيه بالتكتيك بتاعه المطلوب انه سعادتك تلعب الارسال وبناء عليه ايه اللي هيتعمل بعد كده؟ تحركاتك تبقى ايه؟ ايه اللي بعد كده هيتعمل؟ طب انا دلوقتي اما اجي اضيع الارسال طب انا بوصل الخطه بتاعتي كلها صح وبنزل نفسيا ببقى وحش فمن هنا انا ككابتن ميدو يا لعيبه احنا بننفذ واحد اثنين ثلاثه ارسالات بتاعتي لازم تكون قويه جدا جدا وعندنا من الناس اللي هي مميزين جدا في الارسالات مش عايز اقول معظمهم كلهم مميزين في الارسالات من اول عبد الله لاحمد صلاح لاحمد سعيد لعادل بيلعب الارسالات الموجهه الفلوتر القويه جدا هو ده القويه القصيره اه طبعا وموجه يعني أيوة ارسال أيوة. وموجه كويس ادي بالنسبه للارسالات يعني احنا بدايه الهجوم بتاع الارسال اكيد لازم ابقى انا كميدو او نحافظ على الارسال بالقوه بتاعتي وما نغلطش بقى اللي بيضرب حتى لو انا مش قادر بنسبه 100% ان انا اخلص الكوره يبقى انا في الوضع ده اللي انا اقدر الخبره بقى هنا بتلعب بدورها بقى
اقدر العب على التاتش بتاعي في التاتش بلوك، العب على البليس، العب على اي نوع من انواع اللعب اللي هو يكسبني البونت ويعلي لي الفرقه. هنا في حوادث الصد لها دور جامد جدا عندنا، اكيد حوادث الصد مع الدفاع مرتبطين ببعض. يعني حوادث الصد والدفاع ده مرتبط ببعض، ان انا ازاي انا عندي احسن لعيب اللي هو المركز 2 حمزه نقا، حمزه ده حمزه ده لعيب يعني هايل 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 فوق الوصف. لا بيلعب مركز 2. طيب هقطعك بس يا كابتن رضا اعذرني، دي لقطات من قبل المباراه، قبل انطلاق المباراه على طول، ولحظات الاحماء بالنسبه للفرقتين. انا شايف في جمهور هناك انا كنت متواصل تواصلت يعني من اليومين اللي فاتوا دول، طبيعي لان طبعا البطوله في تونس. خلي بالك في ميزه كويسه جدا برضو للنادي الاهلي، كويس اللقطه دي جت، ان الصاله صغيره وانت بتلعبش في تونس. كوليبيا دي عباره عن مدينه زي السويس مثلا، مدينه زي الاسماعيليه، حاجه على الشاطئ كده على الساحل، وصغيره، بلد صغيره. بيقولوا لي معظم الجمهور هناك صغير، شباب صغير. الجمهور شباب صغير. ومش ما بيحبوش الترجي قوي. كمان بس هو واضح ان في يعني ما هو دي مجموعه صغيره، انت لو بتلعب في تونس وبتلعب على ملعبهم لا ده هيبقى الوضع مختلف تماما. خلي بالك انا عشان روحت انا تونس في ماتشات الاهلي والترجي كره القدم، فالعاصمه ايوه العاصمه تونس هم اللي فيهم ناس ترجويه قوي، لكن أيوة. مثلا ما رحنا لعبنا نجم الساحلي في سوسه لا ما حدش يحب الترجي. يعني هم ضد بعض زي اهلي زمالك صفاقس لا بس الاهلي والزمالك هنا تلاقيهم في كل حته، لكن في كل حته تلاقي اهلي وزمالك، لكن فعلا هناك العاصمه في تونس بالتحديد هي اللي فيها ترجويه كتير. عشان كده ممكن بعد ذلك يعني هو ده، عشان كده بيقول لي امبارح، يعني امبارح بيقول لي اللي هناك بتوع اللي في كليبيا دول، ان معظم الشباب دول عشان الصاله صغيره، حتى يعني هي حتى تلاقي جنبين بس هم اللي فيهم الجمهور والباقي والملعب صغير. يعني الملعب تحس ان هو الملعب مش المفتوح الكبير قوي. فدي ميزه برضو، دي من اهم المميزات. ازاي نقدر نستغلها بقى؟ يعني من انهي جانب نقدر نستغلها؟ اللي انت تضغط بقى، انت ما فيش جمهور ضاغط عليك. انت ما فيش، قصدك من ناحيه الجمهور يعني ضغط الجمهور اللي انت ما فيش جمهور ضاغط عليك، اللي انت بتلعب تحت ضغط جمهور كمان. فهمت. لا انت بتلعب عادي كويس جدا، وبتلعب في الشباب دولت لو انت تفوقت عليهم جمهور ما مش هيعرف يقول حاجه، ممكن يشجعك انت كمان. بالظبط، ما فيش. فدي برضو من اهم المميزات، وكنا قرينا ان هو المميزات الايجابيه ليك للنادي الاهلي، نحاول نستخدمها في صالحنا. هم برضو كانوا يعني قرينا ان هو الترجي كان بيهدد بالانسحاب، ان هو كان عايز يلعب في الملعب بتاعه. فدي برضو يعني حتى قبل البطوله بيومين كده كان دايما، فيعني هو كان فعلا كان عايز الميزه ان هو يبقى طيب بيلعب في وسط جمهوره ووسط ملعبه. فيعني بمناسبه الترجي يا كابتن احمد، احنا عايزين نتكلم شويه عن بعض العناصر القويه والمراكز القويه في صفوف الترجي التونسي، وازاي بقى الاهلي يتعامل معاها. يعني احنا كنا بنتكلم من شويه على لاعب حمزه، اللاعب حمزة مثلا من ابرز اللاعبين. فوجهه نظرك الفنيه، ازاي نقدر نتعامل مع اللاعبين الجيدين في فريق الترجي ونتصدى لل احنا بقى يعني هنا عشان نقدر نوقف لاعب زي حمزه ده لازم الارسال بتاعنا قوي، والكوره ما توصلش المعد. عندهم معد برده خالد، ده معد كويس جدا وصغير وطويل، يعني طويل حوالي يعني طول عبد الله، وخبره يعني احنا يعني فلاعب صغير، هو اللاعب الاساسي في منتخب تونس يعني. فاهم حاجه ان الكوره ما توصلش للمعد، كل كوره تبقى يعني طبعا مش كل كور بتوصل للمعد في كده. فلو عندنا ارسال قوي وارسال موجه فعلا، وقدرنا ان احنا نبوظ الاستقبال بتاعهم، هيبقى سهل قوي ان حركه البلوك بتاعنا نقدر نعمل بلوك باثنين او بلوك بثلاثه، نقدر نوقف حمزه في الحته دي. عندهم برضو مركز 4 في اسماعيل معلى، محترف ولاعيب كويس جدا. عندهم القرموسلي برضو لعيب قديم قوي وبتاع، فهم عندهم ميزه برضو يعني ميزه، فرقه يعني فرقه قويه جدا، فرقه قويه. بس احنا يعني احنا واثقين في رجالتنا ان احنا عندنا 14 لاعب جاهزين يقدر يلعب في اي وقت يعني ان شاء الله. طيب كابتن رضا، المبادره هل هي مهمه في المباريات اللي زي دي، ان انت اول شوط تكسب، اول شوط تبقى راكب الماتش كده؟ مش اول شوط، ده اول بونت. اول بونت كمان. طبعا يعني مبادره مهمه. طبعا طبعا المبادره دي هي بدايه الطريق ليك.
حلو، يعني تفرق معاك معنويا، تفرق في كل حاجه، في ناحيه الضغوط وكله. انت تكسب البنط اثنين البنات الاولانيه بتاعه الشوط، انت بتنسى اي حاجه فاتت بقى خلاص، تندمج انت وربنا يكرمك وتزيد. ازاي توقف اللعيبه بقى، اللعيبه بتاعه الترجي؟ ما هو بقول لك نفس القصه، التحليل اللي انت بتعمله بيبقى فيه زوايا ضرب للناس دي، فتبقى معروفه بقى انا بوقف للناس ديت بلوك قدامهم جامد، والدفاع بتاع الديفنس بتاعي هو يقف في 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 في, في الناحيه الثانيه. يعني في العلاقه ما بين الدفاع المنخفض بتاع الخلفي والبلوك ده من ناحيه اللعيب، احسن لعيب عنده. طب نيجي نقول اللعيبه الباقيه، في لعيبه من المركز اربعه اضغط عليهم بالارسالات اللي انا احركهم، احركه لقدام، احركه لورا، احركه جنب يمين شمال، ايا كان اللي هو اطلعهم من المود اللي هو بيفكر في الضرب. ازاي يطلع لي ابوظ الاستقبال زي ما بنقول. لازم اديله كوره عليه جامد، اوجه عليه الارسال. هو ده اللي احنا بنقول عليه الارسال الموجه، لازم على الناس دي، دي مفاتيح اللعب بتاعك. عنده جوز سناتر كويسين بيلعبوا الـ 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 السريع اللي هو الـ 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 البيل البيل المشي دي كده شويه. احنا مفاتيح اللعب بتاعنا، مفاتيح مش مفاتيح، عاوز اقول ايه، اللعب بتاعنا قريب من بعض. احنا اللعيبه بتاعه تونس، بتاعه الجزائر، بتاعه مصر في العموم كلها لعب واحد، اسلوب لعب متشابه يعني. ايوه بالظبط كده. هو ده، انت بتقدر تلعب السريع هنا، بتعمل هنا، بتوقف هنا، فهو نفس القصه. ازاي اوقف اللعيبه بتاعتي الخلفيه اللي ورا ديت ببلوك كويس، واللعيبه اللي هي بتاعه الارسالات بتاعه الاستقبال، لعيبه المركز اربعه اللي بيستقبلوا هناك، اوجه عليهم وصعب عليه الارسال، يبقى انا بلحق بالوضع ده ببوظ الاستقبال بتاعه. فبيضطر يرفع لحته معينه، في الحته المعينه دي ببقى انا عامل حسابي ليها ازاي هتعامل، بلوك جامد او بلوك قوي اللي احنا نقدر نخلص بيه. دي نقطه غايه في الاهميه في الحقيقه كابتن احمد اتكلم فيها الكابتن رضا، لكن هو اتكلم في حته ايه، في حته ان المبادره مهمه في اول بونت، حتى مش في اول شوط، لكن ماذا لو لا قدر الله مثلا المبادره ما كانتش من صالحنا، ازاي نقدر نتعامل ونرجع للمباراه، وازاي نقدر نرفع من علينا ضغوط خساره الكام بونت الاولين مثلا الله يقدر لو حصل. يعني ده هو الجيم الشو بيبقى يعني شو، يعني ده وارد بصراحه 25 نقطه طبعا. يعني كل ما يعني البدايه بتاعتي زي ما نقول البدايه بتبقى سليمه كويسه، ان انا في فرق مثلا لما باجي العب ارسال وانا كسبان 3 4 نقط، غير ما بقى بلعب ارسال وانا خسران، ببقى يعني كسبان خلاص بيبقى عندي ممكن مجازفة أكتر، إن أنا ألعب مجازفة أكتر، بيبقى عندي ثقة أكتر في الفريق. أكيد. لو يعني غير ما أكون خسران ببتدي أنا ألعب إرسال أقل شوية عشان ما أخسرش نقطة، إن أنا يمكن الكرة طايرة بداية اللي هي الإرسال، الإرسال دلوقتي بقى عليه عنصر مهم جدا، إن طول ما معايا الإرسال أنا بكسب نقط. غير إن الاستقبال، الاستقبال لو جبت هاجمت هاخد نقطة واحدة وأجي الإرسال تاني. أكيد. كل ما أنا معايا الإرسال بهاجم بقدر أعمل بلوك، بقدر أعمل ديفنس، وبقدر أعمل الهجوم المضاد. فهي دي الميزه، ان انا بلعب الارسال طول ما انا يعني متقدم، فانا دي الميزه عندي ان انا ارسال معايا. الاهلي بقى الاهلي عنده يعني ميزه ثانيه، ان حضرتك بتقول ان احنا لو في تاخر، احنا عندنا يعني اعتقد ان الدكه عندنا يعني مش هقول دكه، عندنا 14 لاعب يعني عندنا مثلا حسام يوسف، عندنا عبد الله نفس المستوى جدا، احمد قطب مع احمد صلاح، لو مثلا لو احمد صلاح ضرب خلفي ممكن الكابتن ميدو بينزل معد وضارب شبكه، بيبقى نفس، بيبقى عندنا برضو بوزيشن 3 بلوك كويس قوي. عندنا حسام يوسف الارسال قوي جدا، البلوك كويس جدا، فاحنا عندنا مميزات كتير قوي. احنا الكابتن ميدو هو يعني في الاوقات الحرجه ان هو بيقدر يستفاد من الـ من الـ من الـ الفريق كله يعني. احنا ما اقدرش ان انا اعتمد على 6 في ماتش زي ده وهم يلعبوا طول الماتش يعني. فاحنا عندنا الدكه مميزه جدا، ودي ممكن تفرق في المباراه ان شاء الله. كابتن رضا، التحكيم في في في, في الطايره في افريقيا اخباره ايه؟ زي في اي لعبه والله. طبعا نفس القصه يعني. طبعا واكتر كمان. انا شفت دلوقتي قريت على الشاشه الحكم المغربي، الحكم اول تقريبا حكم مغربي، والحكم الثاني جزائري للمباراه.
يعني اتنين محايدين يعني ان هم ما عندهمش فرق. دي حاجه تطمن شويه ما يبقى من شمال افريقيا ماشي. لا يعني محايدين ان ما عندهمش فرق بيلعبوا وهم بالظبط. احنا عايزين نقول ايه في الوقت ده؟ احنا ما فيش مجال بقى، احنا مش عايزين نتكلم بقى في ايه، نقول ان هو التحكيم هو تحكيم اكيد. لا انا لا ما انا فاهم. لا هو في كل حاجه بيوجه كل حاجه برضه. بيوجه طبعا بيوجه، لكن انا بتكلم انا دلوقتي انا عاوز بقى ابدا المباراه وعندي هدف، الهدف بتاعي ان ربنا يوفقني افرض شخصيتي بالظبط كده. انت حتى لو ايه بالذي احنا لو تتذكر يا كابتن احمد في احنا في تونس في سنه من السنين كام الثمانينات 85 مش عايز اقول لك احنا مشينا احنا كنادي اهلي يعني انسحب احنا خرجنا الملعب والحكم بيصفر عشان الناس تلعب يا خبر ابيض. ايوه فيعني هو التحكيم يعني في كل مجال وفي كل وقت وفي كل موجه تمام. لكن احنا ان شاء الله ال 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 البدايه 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 هي ان شاء الله مفتاح الفوز. انطلاقه في الماتش لازم تبقى مناسبه طبعا البدايه. وبعدين احنا الحمد لله مع كابتن احمد قالك ايه، احنا عندنا البدايل برضو كويس، عندنا دكه كويس عندنا البدايل اللي هي الناس اللي هي الدكه الكويسه ما فيش فرق قوي ما بينها وما بين اللي في قلب الملعب يعني القايمه قويه ما شاء الله دي ميزه كويسه جدا ما تلاقيهاش عند اي حد تاني بس. وده اكيد يعني دور مهم جدا سواء من الاداره واكيد من الجهاز الفني يعني كابتن ميدو مصلحي اكيد برضو عينيه كويسه على اللعيبه ان هو يكون طبعاً فرقه قويه بهذا الشكل طبعاً الاساسي طبعاً زي اللي موجود على الدكه كله يقدر يكمل ان شاء الله. كده الفرقه بقى لها 4-5 سنين هي المتسيده الكره الطايره في افريقيا وفي مصر يعني هي فرقه تقريبا يعني في استقرار في الفريق يعني. اخيرا توقعاتك كابتن احمد ان شاء الله الاهلي يكسب. توقعاتك كابتن رضا؟ لا توقعاتي ان النادي الاهلي طبعا لازم توقعات عشان الماتش صعب ان شاء الله. لا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله هيبقى سهل على الفرقه وان شاء الله نبارك لهم بعد المباراه تمام ونقول لهم الف مبروك ان شاء الله باذن الله. بعد المباراه باذن الله نبارك لبعض خلاص لحظات وتبتدي هذه المباراه الهامه جدا في نهائي بطوله الانديه الافريقيه ما بين الاهلي والترجي التونسي. كل الدعوات لرجالتنا رجاله النادي الاهلي يشرفوا مصر ويشرفوا النادي باذن الله من خلال بطوله افريقيه جديده تضاف لرصيد بطولاتهم. خليني سريعا اروح لزميلنا المعلق الكابتن مروان صالح عشان يعلق على هذه المباراه ونستمتع من خلاله بالنادي الاهلي وادائه المميز باذن الله والنتيجه اللي تكون جيده وتكون الفوز بالبطوله باذن الله. يا كابتن مروان اتفضل.